علم الفرائض. يوسغ غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم شحالاكي اسمي دينا علي تعلموا الفرائض وعلموها الناس. إن إيش أغرث الفرائض؟ أغرث الفرائض والصغر في السنت، غرث صغر في السنت. جيو الحديث واضي إن إيش؟ فإنه أول علم ينزع من أمتي. ذي علم مزوال ريت وكس. شيء غريب شوية يا جماعة الخير، ماشي كي ينزع حقيقة. ترى ماشي ذي المسائل البسيطة في علم الفرائض. ذي المسائل إني قوارا معقدة دي سي جاداكي اتصفد حقيقة مشاكل. مثلا ما تفتي غدا الوايض على المستوى الموثقي لي نوتير. وهذا داكي لاني نوتير اسم حسن. لد مشاكل خاصة في بعض القضايا. على سبيل المثال قضايا المناسخات. قضايا المناسخات. المناسخات هاكي للأسف في ثمور الجزائر لن تكثر. أي نظام ديال الجزائر ولا شي ثاني نظام ديال المودونتي. في الديناميك. إموثيون من 1920 ورقص وفضينا لتريكا أبري عامين 3 سنين إموثيون سي الورثة إموثيون سي الورثة يجد ذا غنسى الورثة يناس يجد طنطوثي سي الرويس وكذا وفضينا قارن إلا قد سقيم كان يكن في الدوكلة تذوكلي من بعد سقوس عامين يموث وايض سي الورثة يجد الورثة يناس ويموت وزفير 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 و المي 2011 ادروح لشين في كانت كان فريضه مشى من فولتريكا تجي قناص المناسخات تعدد القبور اشو يظهر يظهر العجب العجب مزوارو لي زيرتي شطرا يا انا مخلف سي تدير مزوارو مثلا جات 10 ويسني جات 3 ويسلاثة جات 3 صافي 10 مثلا 6 صافي 16 ويض يتجد 10 مثلا 26 في الدور يزما دافض 120 الورثة من بعد الورثة ياكي إلا الوارث يورث الصيام يورث الصيام ويض يورث 5 6 في العجب التريكة تبدلو ذم التريكة تبدلو ذم هاتي الوقت يتجد الذكال أكل يتجد ذكال يتجد تراكتور يتجد كاميون أكل وخام التراكتور زنزنتو عند الطوموبيل في ورد الطاكسي الكاميوني ينزا يغرد الكار الخامي ينزا يغرد لا فيلا يسم فينت ثمور سميت ينزا يغرد الشركة الشركة اللي تسعى المساهمين يعني يتفض العجب ذين الشمال الكل الله فيك مشي صدق علم الفرائض السنة عدنت من سيدي في الفريضة بزيت سلفورة رغوري ذيس أكثر من 29 قبر وذي في الأخير والآخر لنوتير حرم ذيس ولو مستفكر يا لطيف باش تنسوف أظن بعد أن أدري وطب نخل الحسابات شيء معقد للغاية لذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس وربي سميس بالقرآن الكريم فريضة إن نصيبا مفروضة في آية أخرى إن فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صافي يمكن قرص كاس الدرجة الفريضة يموثيون السين ذي الورثة خدمة ذي الفريضة صافي يمكن ثورة تقال خدمة الفرائض حديث ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها الفرائض جمع فريضة ألحق الفرائض بأهلها أفكت الفرائض إي مولانيس ذا شو يقصد الفرائض معناه الأنصبة المقدرة أو المحددة شرعا مكمثيون فضوث الفريضة فضوث تلكيس على حسب الفريضة أشو الفريضة كدين رب القرآن الكريم للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون والنساء نصيب مما ترك الوالدين والأقربون مما قل منه أو كثر المدينة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث ومسلمك ثلثين دوتير النصف أن دومي أن تير ثلاثة السدس أن سيزيان
اليوم تيكون القرآن تدينا ذي القرآن يدسان. من بعد ربنا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ربي سبحانه يناد ورزرا مجقرا غروا ولكم ينفعا أما دريا أما ذي مولا الله أعلم. بعدين فريضة من الله ربي يفكد الفريضة ذلت سيجف ظن تريكا ما تشيك الشيء ظن سلفغيش أكنت هذه القوانين النظام الفلسفات القديمة. صاحب الميراث هو الذي يقسم ويوزع الميراث على ورثته حسب هواه ومشتهاه. قبل هذه مثل بنادم هذه يفضل تلك كنقفار ذي القانون الروماني ومن القوانين المعروفة ثل قاعدة غرصا ذهبية إنك الأصل في انتقال الميراث إرادة المورث. يعني أقفل هذه مثل ومذا ذنسى أرى يفضل يوجد سكنقفار ذاكي ذاك في المقرى أدن شرح من بعد بعد نفضل خصائص الميراث أدن نظر في الناس. ولكن ربي سبحانه من هيك طبقة الفريضة أكني تدينا ربي سبحانه عز وجل أم كليون أفكس الحقيس أذي قنطيطيس وذي سوع القنيعة وفلت ورست سيارة أكيني أيغر الفلاني في كيس ثلث أيغر ثلثين أيغر ثلث ربعة واقي ما تشيد الشغل النار الشغل ربي سبحانه ذن سيدي في كان الخير ذن سيك دينان أم كارث بضوض الخير أم كارث بضوض تريك بعصر السلام كالحقو الفرائض بأهلها أزوير في لأصحاب الفروض فروضهم زوير لكسن مقدمون في التوريث تسجل برمير كاتيجوري ذي الشرع ذي زيرتي ذو قذكي سعى الحق في الميراث المحدد ديفانا ومثل ما كان السدس والربع إلى آخره. فما باقي أين ديقران أين ديقران فهو لأولى رجل ذكر الحديث صحيح متفق عليه في البخاري ومسلم. يعني أدسم بعد ونقرن العصابات العصابات مثل العصبة بالنفس العصبة بالغير العصبة مع الغير إلى العصبة كامل والعصبة بالنفس أربع جهات جهة البنوة جهة الأبوة جهة الأخوة جهة العمومة يعني الدرية ذكر ذكر نغل الأب نغل الجد ولاش الأم ذاكي ذاك نغل جدي إلى آخره مهما على نغل الأخوة أثمثا إشقيقا نغسف ذاك سيمي خاطي سيمي خاطي وصرفع العمومة عمي كشقيق نغ عمي كسف ذاك إلى آخره. أتص للديتاي وحواجنت لكونسنتراسيون ثم قرأت حواجنت التركيز أم قرأت وقيد نشرح جلوبال شرح مجمل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صافي ذاك قرد هذا الحديث حديث جامع حديث جامع.